هنعمل دلوقتي طاسه بلوبيف عاديه جدا. فتحنا التلاجة، طلعنا كام بيضايه على كام فلفلايه كده متقطعين، قطعناهم مكعبات بالشكل ده، بصلايه، حته سمنه صغيره عشان نسيح فيها البلوبيف اللي احنا عملناه، ملح وفلفل اسود، حبه بهارات، فلفلايه حاميه. بقى عندنا صينيه للعشاء قد كده. طيب هعمل ايه اول حاجه؟ هروح عامله كده بالشكل ده. لو انت عامله واخده حته البلوبيف صغيره وعامله بيضتين ثلاثه، ممكن ان انت ما تحطيش سمنه، وتعتمدي على السمنه اللي موجوده اصلا في الوصفه. طيب نزلت كده السمن، وادي البصل، رشه ملح وفلفل اسود علشان البصلايه تدبل معايا بسرعه بالشكل ده. عايزه ادبل كل حاجه. حطينا بصل، وادي فلفل الوان، بسم الله. نص فلفلايه من كل حاجه كده، والنص التاني ما ترموهوش، لفيه في كيس ثلاجه وشيليه في درج الثلاجه لما تستخدميه تاني كده. فلفل حامي، مش عايزه تحطي فلفل حامي، ما عنديش مشكله. سنه كزبره، ممكن تحطي فص ثوم هيفرق معاك كتير. الملح بقى بتاع الحياء، رشه من الفلفل الاسود تاني، ونقلب كل دوت مع بعضه يدبل. وبعد كده اروح نازله بالبلوبيف ممشياه معاه، وبعد كده انزل في الاخر خالص بالبيض. بص الشكل عامل ازاي، ما شاء الله، اللهم بارك. وهو بيدبل معايا كده هروح نازله بالبلوبيف، وهبدا ان انا افككه بالشكل ده. تفككي خالص كده على النار، هتلاقيه ان هو بدا يتفكك زي البلوبيف العادي اللي بنجيبه من بره. وبعد ما يبدا ان هو مجرد ما يشم السخونيه هتلاقيه ان هو بدا يفك. اهو يفك معانا زي بالظبط البلوبيف اللي بنجيبه جاهز بره. ده خش بقى، عايزاك تدخل جوه الطاسه زي ما انت ما بتعمل. بصوا المنظر، شايفين كل القطع اللي احنا كنا منزلينها اهي دابت معانا بالشكل ده، زي ما بنعمل البلوبيف العادي اللي هو الجاهز اللي بنجيبه من بره اهو. بصوا ما بقاش في حته ماسكه اهي، بصوا المنظر، بصوا كله داب ازاي بالشكل ده كده. واروح عامله كده، وابدا ان انا بقى عايزه ايه، البيض عندي عيون، فاروح مفتحه كده. هما كام بضايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله واحد ملوش تاني، تلاته اربعه خمسه سته سبعه، سبع بيضات. هعمل كده سبع فتحات، واحاول ان انا انزل الله واحد ملوش تاني، تلاته اربعه خمسه ستة سبعة بالشكل ده كده، سبع فتحات اهو علشان انزل فيهم السبع بيضات. بسم الله. سموا بالله دايما وانتوا شغالين، خلي ربنا يبارك في الحاجه اللي بتعملوها. ادي صينيه البيض بالبلوبيف، ما شاء الله تكفي لو كل واحد هياخد بضايه، ادي سبع افراد. لو كل واحد هياخد بيضتين ادي ثلاث افراد، والرابع ايه ما ياكلش بيض، ياكل بلوبيف اهو. ادي ادي صينيه بلوبيف بالبيض، عاملينها بالبلوبيف اللي احنا عاملينه على دي. عايزه كمان تحطيها في الفرن وتحطيها تحت الشوايه، او تحطيها في الفرن 10 دقائق علشان البيض ياخد
وش كده محرمش شويه وتكمل تسويتها، ما عنديش مشكله. عايزه تخليها تستوي على النار كده وتغطيها بغطا علشان البيض يستوي. طبعا ما عندناش غطا الحجم دوت، فانا هحط صينيه ونقفلها فويل. تعالوا نقفلها فويل، عندي غطا يقضي الصينيه ما عنديش مشكله. انا ليه عايزه اغطيها؟ علشان انا عايزه البيض من فوق يستوي كده، البيض من تحت هيستوي مع البلوبيف والفلفل والخضار، لكن البيض انا عايزاه يستوي من فوق. طيب هسويه ازاي؟ هروح عامله كده. طبعا انتوا ما تستخدموش فويل، اعملوا حطوا غطا حل عادي، لكن انا طبعا ما عنديش غطا المقاس ده. 10 دقايق او اقل من 10 دقايق ونفتح عليها تلاقوا صينيه، الله اكبر اللهم بارك.